حاجات للسرعه، خد السرعه تمام، سلمهم دول في شنطتك، في شنطتهم هتجيب فاتوره وتوديهم لمين؟ هحاسب عليهم كاش ولا كاش، ما حاسبكش ما تكلمنيش. مساء الخير، بنرحب بحضرتك في موقع صدى البلد. دلوقتي لو حد عايز ينزل يشتري موبايل ايفون او اندرويد، تنصحه بقى بايه والاسعار؟ اشرح لنا اكتر كده. الاسعار مش سهله، يعني كل يوم في سعر، الاسعار اللي احنا هنا بدون لبس، كل يوم في سعر جديد حسب الموديلات. الموديلات اللي متاحه موجوده 30 15 15 برو ماكس، الموديلات اللي موجوده اسعارهم ايه؟ اسعارهم من 60 عامل 28 في الاسعار، ال 40 عامل 34 ونص، ال 15 عامل 39 ونص. ده ال 15 بس ولا ال 15 برو ماكس؟ ال 15 بس. اه. هي 28. اه. ال 15 برو ماكس عامل 59,000. 59. دي كده الموديلات اللي موجوده المتاحه في الايفون. تمام. تاني. الاندرويد بقى. الاندرويد بقى احنا الاندرويد موجود عندنا. موجود عندي اس 24 افضل. ده عامل 46,000. تمام. موجود عندي اس 23 افضل. عامل 39 تمويل. طب في انواع ايه تانيه الناس تنصحهم ان هم يشتروا؟ في بس هو ده المتاح عندي دلوقتي. خدي يا عبود. لا بشكل عام يعني لما يكون متوفر عند حضرتك. في اوبو، في ريلمي، في حاجات كده، بس الموديلات دي غير المتاحه عندي. تمام. لكن لو حضرتك تنصح حد ان هو يشتري تليفون معين بسعر كويس. اه حسب هو، لان كل شركه دلوقتي عامله حسب الامكانيات اللي معاها. يعني في فئه الاوبو، في فئه 5000 6000 7000، في كل حسب هو معاه كام. هل ريلمي واوبو والحاجات دي دلوقتي بقت احسن من سامسونج ولا سامسونج احسن؟ لا هي كلها شركات يعتبر واحد وبينافسوا بعضهم، كل شركه عامله الموديلات اللي هي بتنافس بيها في السوق. لكن بالمقارنه مع الايفون، الايفون احسن ولا لا؟ طبعا الايفون ملوش مقارنه، حتى سعره برضه سعر بعيد، سعر عالي. شكرا جدا.